واضح ان في مشكله كبيره حصلت بين الفنانه مي كساب وجوزها الفنان اوكا، سببت حاله من الخصام بينهم، وده كان واضح جدا لان مي حاولت تصالح اوكا بمقطع فيديو نشرته على صفحتها بالانستغرام وهي بتغني جزء من اغنيه الفنانه شاديه وحياه عينيك، وعلقت على الفيديو قالت بذمتكم ينفع حد يخاصمني اوكا؟ وبعد دقائق كتبت مي عباره تانية قالت فيها وما زال الخصام مستمر من غير ما تقول سبب الخصام. ولسه احنا مع اوكا اللي صدم الجميع بلوك جديد وظهر بقصة شعر غريبة اثناء احياء حفل بالجامعة الامريكية. جمهور اوكا سخر من اللوك الجديد بعد ما الصور انتشرت على بعض المواقع الفنية، واكدوا انه شبه عرف الديك وان الشعر اتطور من قصة الكابوريا لقصة الديك. بتعيش الممثلة شيرين حالة نفسية سيئة بعد تعرض اختها رانيا لحادث كبير على احدى الطرق الصحراوية. بعض المقربين من شيرين قالوا ان شقيقتها انقلبت بيها سيارتها وهي في طريق العودة من اسكندرية للقاهرة، وتسبب الحادث في كسور كتير في جسمها كله، وانها بتعاني من وضع صحي حرج وخضعت لمجموعة من العمليات الجراحية الخطيرة لان كسورها عميقة والعظام اصبحت مفتتة تماما في منطقة الذراع والحوض. شيرين طلبت من جمهورها الدعاء لاختها لانها في وضع صحي صعب. دفعت النجمة منى زكي عن الرقص في الأفلام ورفضت حملة الهجوم على أي فنانة بترقص في عمل فني. منى قالت أنا مع الرقص في الأعمال السينمائية لو كان العمل بيتطلب ده وفي السياق الدرامي، وأرفض انتقاد أي أعمال سينمائية ومهاجمة أي فنان بسبب الرقص، ولازم ما نحكمش إلا لما نشوف إزاي توظف الرقص في العمل الفني لأن دي عدم موضوعية. أكدت الفنانة لقاء سويدان إنها بتمنع بنتها الوحيدة من مشاهدة معظم الأفلام اللي بتتعرض دلوقتي وفيها إفيهات خارجة، وقالت لقاء إنها هي نفسها بترفض تشارك في النوعية دي من الأفلام أو حتى تتفرج عليها لأن المستوى الرديء بكل أسف بقى مسيطر على معظم الأفلام السينمائية، واتمنت لقاء الفن المحترم بتاع زمان. أسرار النجمات وعمليات التجميل، وإيه أهم النصايح اللي بيقدمها جراح تجميل شهير لهيفا وهبي وشيرين ودرة؟ كل ده هنشوفه ولكن بعد شوية.